طبعا لا 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 بس بابا بطاطا وشك شبه البطاطا. خديجة سيب التليفون يا خديجة. هلو حلوياتنا الحلوين، النهاردة رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو النهاردة هيكون عبارة عن هنعمل كحك العيد. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا اي فيديو احنا بننزله. ويلا نجيب بيها شخصيات ياما وشخصيات من النهايه. هبقى انزل لكم فيديو مره بقى ان شاء الله كده، هبقى انزل لكم فيديو ان شاء الله قريب كده ازاي تعملوه. اوكي ما علينا، المهم دلوقتي انا ورقية طبعا زي ما انتم شايفين ان احنا طبعا لقينا التصويت اكتر على اسم لوسي، فقررنا نسمي القطه زي ما انتم قلتوا لوسي. يا جماعه بس اللي طالبين كاندي و جيسي ما يزعلوش يعني. يا جماعه يا ريت محدش يزعل يا جماعه، لان في التصويت طلع لنا لوسي اكتر تصويت، فاحنا بقى هنسميها لوسي على طلبكم. ويلا نبدا عشان ما نخليش الفيديو طويل عليكم. طبعا يا جماعه احنا اجرنا المخبز ده علشان نعمل فيه باتي فور والحاجه. قلنا يا جماعه في الماليه خديجه قلنا لهم، فهم يعني قاعدين بره قلنا لهم اقعدوا مع القطه ما ردوش يقعدوا. قالوا احنا عايزين نيجي معاكم ومش عارف ايه بقى يعني هنعمل باتي فور والحاجه ونرجع لكم. وهم ماريا خديجة قاعدين برا يعني. وانا كمان والله عايزه. ايه يا بنت انت كمان اعمل لك ايه يعني؟ مش خدي الهدايا دي. ما بتتكلش يا حبيبتي، حطيها مكانها. تعالي تعالي روحي للست ام شعر تخين دي هتقول لك تاكلي ايه. فين روحت؟ شكلها مش موجود. خلاص اقعدي هنا وانا حلقة انا دي هيك. رقية عملت عجينة تانية زي ما انتوا شايفين. لسه مش كل باتي فور ده، هاجي ده كده ثانية. بسم الله. لا لسه شوية طبعا. هتشكليها على شكل ايه؟ قطة؟ لا امال ايه؟ مش عارفة بصراحة، ممكن اجرب القطة كده. هو نفس شكله نفس الشكل بتاعك. مش مشكلة عادي جدا. هطلع بقى البيتي فور انا. بسم الله اهو كده. ايه شكله تحفة قوي. جماعة احنا زينا اصلا قبل ما ندخله، وكمان دلوقتي هيخش هنا كده. بسم الله يبقى الدخل بتاعها كده. انا دخله كتير. بسم الله. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي روحنا وعملنا الحاجه وحطيناها في الكيس دي زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعه احنا جايين وهلكانين جدا وعايزين ننام بقى خلاص، يعني احنا هننظم الحاجه وناخد لنا دش سريع كده بعد كده ننام. مش قادرين بجد خالص، مش قادرين معانا الكلمه خلاص، تعبنا خالص مش قادرين. فنروح ننظم الحاجه وبعدين نتخمد بقى. وبس كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا جاي فيديو احنا بننزله. وبس كده باي. هما كلهم كده نايمين، اما نروح نتسحب ناكل البسكوت كله. ماشي مش هنسيب منه ولا واحده. ماشي يلا اسلم بقى وانا مصينه. والله الجميل انا مش عارفه طوله، لازم نجيب كرسي ونقف عليه. ماشي يلا بقى ناكل كل حاجة. يلا اهو انا جبت واحدة ياخدي حلو جدا. يلا بقى يلا بقى بينا ناكل كل حاجة. يلا بينا. اما اشوف علي ورقية عملوا ايه. قالوا لي عملنا يا ماما الباتي فور. اما اشوف يا رب يكون نضف المطبخ. ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي يسيبوا الحاجه في الارض كده؟ وايه الحاجات المتفرفته في الارض دي؟ لا ده اكيد لوسي هي اللي عملت الكلام ده. عليا رقية ماريا خديجه ولوسي كمان تيجي معاكم. نعم يا ماما. في ايه؟ نعم يا ماما. نعم يا ماما. شايفين نعم اللي في الارض ولا انا بس اللي شايفاه؟ شايفين. ايه ده ايه ده؟ مين اللي كان البيتي فور؟ ايه ده يعني ينفع كده يعني؟ وايه البهدلة اللي في الارض دي؟ وايه الفرافيت اللي في الارض دي كلها؟ حرام عليكم مش كده. مين عمل كده؟ انطقوا. مش عارفين والله يا ماما، احنا جبنا البيتي فور وحطيناه الصبح. ايه ده الكرسي ده؟ كرسي كمان شايفين؟
معرفش والله يا ماما. اكيد لوسي اللي عملت كده يا ماما. يعني لوسي هتجيب كرسي وبعدين لوسي حطولي اللي فوق ده ازاي؟ ولوسي كانت نايمه جنبي طول اليوم اصلا. طيب مين عمل كده احسن؟ كلكم هتتعاقبوا. والله يا ماما احنا مش عارفين، احنا نمنا ماريا وخديجه انطقوا. مين عمل كده الصراحه يا ماما؟ احنا اللي كنا نعم. ايه يا نهاركم مش فايت؟ يعني احنا نتعب في الحاجه وانتوا اللي تعملوها؟ ليه احنا مش قلنا الحاجات دي للعيد وبعدين تبهدلوا الحاجه كده؟ يلا انتي وهي على الاوضه وما اشوفكوش خالص، متعاقبين كل واحده فيكم على الاوضه. يلا احسن. ايوه تستاهلوا، يعني احنا نتعب في الحاجه وبعدين انتوا اللي تطلعوا؟ يعني انت ايه ده؟ يلا على الاوضه ما اشوفش حد هنا. مش لازم تكلمك يا ماريا تاني. مش واحدة يا بنت. لا يا لوسي معلش، انا اسفة جدا يا لوسي، انا اتهمتك من غير حاجة، انا اسفة جدا يا لوسي، انتي صعبانة عليا. بس العيال اللي فوق دول انا مش هسيبهم، وفي العيد مش هخليهم ياخدوا اي حاجة من الحاجات الحلوة عشان يحرموا يعملوا كده تاني. بس ايه رأيك يا لوسي؟ انا حاسه ان انا برضو شديت عليهم شويه، خليهم النهارده محبوسين طول اليوم وبعد كده نسامحهم، صح كده؟ تعالي احط لك حبه لبن يا لوسي.